من هي المرأة التي دفنت في مقبرة الإنجليز في بغداد وساعدت على تأسيس دولة العراق الحديث؟ إنها غرتروود بيل التي اقتحمت ميدان السياسة في وقت الذي كان حكرا على الرجال. إلا أن الدور الذي لعبته في العراق يثبت ما يمكن للمرأة فعلها عندما تتاح لها الفرصة. وصفت بيل بالمستكشفة والدبلوماسية وعالمة الآثار البريطانية، ووصفت أيضا بأنها أنثى لورنس العرب. فبعد الحرب العالمية الأولى سعت بيل لمساعدة العرب، فقد كتبت تقرير المصير في بلاد ما بين النهرين، وهي ورقة منحتها مقعدا في مؤتمر السلام لعام 1919 في باريس. وواصلت بيل استكشاف القضايا السياسية والاجتماعية ذات الصلة بعملها في عام 1920، وهي مراجعة الإدارة المدنية لبلاد الرافدين، حيث شاركت في مؤتمر عام 1921 في القاهرة مع وينستون تشرشل الاستعماري آنذاك الذي وضع ورسم حدود العراق. حازت بيل على احترام شعوب بلاد ما بين النهرين لعملها نيابة عنهم، غالبا ما كانت تسمى خاتون وتعني الملكة باللغة الفارسية والسيدة المحترمة باللغة العربية. كانت غرتروود بيل المؤسس الفعلي للملكية الدستورية في العراق بالتعاون مع المستعمر البريطاني، ويرجع لها الفضل في اختيار الملك فيصل الأول لينصب ملكا، مما جعلها فيما بعد محط ثقته المطلقة وصديقته المقربة حتى وفاتها. ساعدت بيل في إنشاء ما يعرف الآن بمتحف العراقي، الأمر الذي ساعد في الحفاظ على تراث البلاد. ففي عام 1922 تم تعيين بيل مديرة للآثار من قبل الملك فيصل، وعملت بجد الحفاظ على القطع الأثرية المهمة في العراق. ساهمت بيل في صياغة قانون التنقيب لعام 1922، حيث كرست بيل الأشهر الأخيرة من حياتها للمتحف، حيث قامت بفهرسة العناصر التي تم العثور عليها في أور وكيش، وهما مدينتان سومريتان قديمتان. توفيت غرتروود بيل في 12 من تموز عام 1926 متأثرة بجرعة زائدة من الحبوب المنومة في غرفة نومها ببغداد، حيث أقيمت لها جنازة مهيبة شارك فيها العراقيون جميعا وعلى رأسهم الملك فيصل الأول، حيث تم دفنها في بغداد وتحديدا في مقبرة الإنجليز الواقع في باب المعظم. شكرا لكم أصدقائي على حسن المتابعة والإصغاء، ونامل نلتقيكم في وقت لاحق. إلى اللقاء.